الدقائق عليه ما تبقى نظام نظر هنا حشرة في الأمور اللي ما هو سلسلة بس سلسلة حضرة تسيب بدنا مختياري كان يعلم تسيب بدنا مرافقية من الشكر حضرة تسيب بدنا نظام الدين أولي أولي وبيلاري يعلم تسيب بدنا مرافقة على شيء لبادي حضرة تسيب بدنا صابر على الدين كل يغيب بدنا تسيب بدنا بديع الدين زدنا شهادات حضرة تسيب بدنا مقدوم أشرف جهنم الصناني رحمة الله عليه أجمعين بارلام نظر هنا حشرة في الأمور اللي ما هو سلسلة بس سلسلة حضرة تسيب بدنا مين عبد الوهاب الجلاني يعلم تسيب بدنا شاه فضل الله من البدي شاه بركة الله شاه على الرسول شاه بالحسين أحمد النوري أعلى علم عليم البركة متجدد على المدينة مدة الإمام أهل السنة الشاه إمام أحمد رضا خان فاضل بريلوي عليه الرحمن كبار قوم نظر كرده شرف القبول يطلع هو شهزادة على حضرة تاجدار أهل السنة مرشد أمارات على حضرة تربي صديق متجدد أعظم أم شبيه غوث أعظم تاجدار أهل السنة علم شيخ مفتي مصطفى رضا خان مفتي علم هند بر الله مقده الرحمن كبار قوم نظر شرف القبول يطلع هو شهزادة أكبر حضور حجة الإسلام علم شيخ مفتي عبد الله خان حضور مفسر عالم الدين حضور رحمن منة حضور صدر العلماء علم تحسين منة حضور قمر منة ميرا مرشد إجازة حضرة العلماء مفتي يقضى الله قال الشريع قدر الدريقة رضي الله عنه مجمعين كبار قوم نظر كرتين شرف القبول يطلع هو سلسلة سلسلة خاص الخاص طريق قصر قطب في إبهيد حضرة حاجة شيخ محمد شيرمية سلطان المعكسين حضرة شاه حصي أخي معكس سوردي خاص الخاص طريق قصر تلميذ معكس سوردي خليفة على حضرة شيخ العربي والعجم إمام المسلمين قطب مريم ودرب نفرة حضرة تسيب مدر الشيخ زياء الدين محمد بدري رحمة الله عليه أجمعين كبار قوم نظر كرتين شرف القبول يطلع هو سلسلة سلسلة حضرة إمام عبد الكتب شامي عبد الكريم عبد الله شامي عبد الكريم الله شامي عبد الغطان شامي عبد عبد سبحان شامي عبد عبد القدير مي عبد عبد البصير مي عبد الشير بشير سنة حضرة المطهور شامي عبد المحدث بن بهي أستاذ العلماء عالم بيرزيد تلميذ حضور المفتي عالم على الإسلام عنا مفتي كلامات رسول الأزهري عليه الرحمن كبار قوم نظر كرتين شرف القبول يطلع هو شمس الفيوض والد أمانة على حضرة تلميذ محمد سوري الحاج الشيخ محمد هدايه رسول صحيح الاستاذ الحفاظ بن القره حضره حافظ القاضي محمد عنايه رسول صحيح عليه الحكيم اللهم نظر هيك الشرف القبول يطلع هو كائنات عالم كندر جس قدر اولياء علماء اصفياء اتقياء سادات الكرام مشايخ نظام فيران نظام طلبه علماء مؤمنين مؤمنات مسلمين مسلمات جاء شكله هيك سبه في اربع طيبات ونظر كرتين الشرف القبول يطلع هو الى العالمين هم في بارقام میں بیٹھے ہوئے ہیں اور تجھ سے دعا کرتے ہیں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما الى العالمین حاضرین میں جو بیمار ہوں ان کو تو اچھی طرح جانتا ہے الى العالمین بیماروں کی بیماری کو ختم فرما کر ان کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما الى العالمین حاضرین میں جو پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما الى العالمین جو مقروض ہوں ان کو بارِ قرض سے نجات عطا فرما جو مقید ہوں ان کو رہائی عطا فرما الى العالمین جو پریشان ہیں ان کو پریشانیوں سے دور فرما کائنات عالم کے اندر اہل اسلام کا بہت بالا فرما دشمنان اسلام کا بہت بالا فرما حاسدین کی حسد سے محفوظ فرما ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرما شرین کے شر سے محفوظ فرما منافقین کی منافقت سے محفوظ فرما کافرین کے کفر سے محفوظ فرما الى العالمین ہندوستان کے اندر امن و امان عطا فرما ہمارے ضلع کے اندر امن و امان عطا فرما ہمارے شہر کے اندر امن و امان عطا فرما ہماری بستیوں کے اندر سے منافقوں کا خاتمہ فرما الى العالمین حاسدوں کا خاتمہ فرما الى العالمین نالائقوں اور بدبختوں کا خاتمہ فرما الى العالمین کرم فرما رحم فرما فضل فرما آنے والے بلاؤں کو دفع فرما پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہم سب کو گامزن فرما اور استقامت عطا فرما حضور امانت اعلی حضرت علامہ شیخ قاری محمد امانت رسول صاحب اور معدس کے لیے بھی علامہ مفتی کرام رسول عزیز صاحب علیہ الرحمہ کے فیوز و برکات سے مستفیض فرما الى العالمین ان بزرگوں کے علموں میں سے ہم کو بھی تھوڑا سا علم عطا فرما الى العالمین ان کے علمی فیضان کو جاری فرما ان کے روحانی فیضان کو جاری فرما الى العالمین ان کی تربتوں پر رحمت و نور کی بارش کا نزول فرما ان سب کے درجات کی بلندیاں عطا فرما الى العالمین ان سب کا نعمت بدل عطا فرما الى العالمین اپنا فضل و کرم فرما اس سٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء اور حاضرین میں بیٹھے ہوئے عوام الناس اور خواص الناس تمام کو صحت شفا صحت تندرستی والی بند زندگی عطا فرما الى العالمین ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا اور چلوانے کی توفیق عطا فرما گناہوں سے محفوظ فرما گناہوں سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرما فسجد الى الله كل شرط بحرمه سجد الابرار السهل ماہ ذوالحجۃ الحرام کی فیوز و برکات سے مستفیض فرما الى العالمین ہم سب کو حج بیت اللہ کے شرف سے مشرف فرما وقت المکرمہ کی زیارتوں سے بارور فرما مدینۃ المنورہ کی زیارتیں عطا فرما
فرما ثم دخلنا لدار عطا فرما سنه تجاريه لزياره عطا فرما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.